25. احنا هنا كده يعتبر في الاخر، العمارة 180 هي هنا قصاد دي، مدرسة لسه مشتغلتش، وهناك كده اللي هو وحدة طب الأسرة، ودي اللي هي الصيدلية والماركت وشوية محلات كده منهم محل حلاقة. وزي ما انتوا شايفين هنا الموقف، وده طبعا اللي هو الشارع الرئيسي. طبعا هنا مدينة السادات، كمل كده في طريقنا طوالي لمدينة السادات، ولفظ الجلالة اللي هو كلمة الله، مش عارف شايفينها ولا لأ، هي دي اللي باين منها الجزء اللي في النص ده. وهنا المسجد، الميزانة هناك اهي، هو باين من تحت اخر جزء منه. طبعا الطريق اللي هناك ده خالص اللي هو عند البيت اللي هو مبني ده لسه بالطوبة الحمراء، دي هي المنطقة 35 وبعديها 36، دول تقريبا اخر منطقتين سكنيتين في السادات. بعديها بقى تبدأ كلها مناطق مصانع. الطريق ده تكمله طوالي كده يطلعك على المصانع، المباني الحمراء دي اللي هي قرطبة، والمباني البيضة اللي هناك دي خالص اللي ورا قرطبة دي اللي هي مباني الأوقاف. وطبعا المصنع اللي هتقابله في وشك على طول اللي هو حديد العز، المسجد طبعا بتاع الشريف عبد العزيز، بتلاقيه هو على الطريق الأساسي الإقليمي اللي هو كفر دور السادات. ودي طبعا الناحية دي بقى ايه، وانت رايح السادات كده دي منطقة ابن بيتك التانية والأولى. وطبعا هنا بيبقى كومباوند دار مصر، وبعديه بقى زي ما بتكمل كده ايه 19 او 17 15 لحد ما توصل اللي هو المنطقة التانية والمنطقة الاولى، وقبليهم طبعا ايه المنطقة الرابعة ومول السلام. كل عمارة عبارة عن 20 شقة، وزي ما انتوا شايفين ايه المفترض ان دي تبقى مسطحات خضراء، بس طبعا مفيش اهتمام ومفيش عمال نظافة من الجهاز في المنطقة، فايه التصحر لسه ايه عامل عمايله تحت هنا بقى. ايه دي الميزة بتاعت السادات، انها بتاعت المنطقة 25 انها رخيصة شوية، تلاقي ناس ايه قاعدين كده في الشارع بيبيعوا. طبعا الكلام ده ممنوع في المنطقة الثالثة والمنطقة الثانية والمنطقة الأولى، أما هنا في 25 تلاقي ناس قاعدة بتبيع، في عربيات رايحة جاية بتبيع، وزيها زي الكورة يعني. اللي شايل هم كده إن المدينة هتبقى غالية ولا كلام من ده، لأ، بالنسبة للأكل نفس أسعار الكورة وفي أرخص كمان، وفي ناس بتعدي اللي هي الكبد والوراك والحتت دي بتبقى جاهزة، في واحد كده بيذبح وبيجي بتروسيكل الحاجة بتاعته لسه جاهزة بيبيعها على طول، وفي اللي هي بقى عربيات الجيش بتاعت اللحوم المدعمة. وايه تاني، وفي بقى ناس ايه تلاقي قاعدين كده ستات برضو بيحاولوا يساعدوا ظروف المعيشة، تلاقيهم بيبيعوا شنط شباشب كلام من ده، ايه قاعدين في الارض برضو. وفي جماعة هنا من منوف تقريبا، دول بيعملوا طعمية، تنزل تشتري عجينة تشتري طعمية اللي انت عاوزه. والتمناية شغالة على طول على الصمدي، الأجرة 3 جنيه. أجمل حاجة بقى في 25 بالنسبة لنا الغروب،
الغروب هنا كل يوم بشكل، كل يوم جميل ورائع ما شاء الله. يعني احنا لسه كمان ايه، فاضل ساعة كده على الغروب ولا ساعة الا ربع، فالمنظر هيبقى احلى. طبعا فيك بس مفيش مواصلات دلوقتي، ان تطلع من هنا على طول تروح للمناطق الستة والخمسة اللي هي مناطق البنوك، وهناك بقى يتعدي من قدام الكنيسة كده والمعهد اللي هو بتاع البحوث الزراعية تقريبا، والمنطقة اللي هي بتاعت المرور دي، بس المدرسة دي لسه مشتغلتش. السوبر ماركت موجود لو عاوز تجيب اي حاجة كمان، بس غالي شوية يعني، فعشان كده الناس ايه بتحب تشتري من العربيات، او زي ما قلت في الفيديو اللي قبل ده بتروح سوق العشرين كل خميس وجمعة تقريبا، بيبقى فيه كل حاجة انت محتاجها. وفي سوق التاسعة ده سوق دايم، بس برضه عشان بيبقى كل يوم فتلاقيه اغلى من سوق العشرين. وهنا كده اللي هو بالنسبة لما تطلع بابا على الطريق اللي بيودي على المصانع، لو كملت طوالي لجوه لا اللي هو المقر الجديد لجامعة السادات اللي المفترض الكليات كلها هتتنقل فيه، وفي ايه تاني، وهناك بقى اللي هي ايه منطقة الأحياء طبعا، حي الزيتون والنخيل والروضة والفردوس اللي هي الأحياء دي اللي هتبقى جنب الطريق الصحراوي على طول، وبالنسبه للمنطقه بالنسبه من الشمال، وهيبقى فوقيها كده على طول اللي هو طريق البروجات الجديد. لو انتوا سامعين صوت العربيه دي، هي كده عربيات ايه رايحه جايه بتبيع. وفي مدرسه هنا اللي هي المدرسه الابتدائي واعدادي وحضانه تقريبا، وفي مدرسه كمان في الايه في التلاتة في التلاتة وعشرين، التلاتة وعشرين جنبينا هنا طبعا، 25 جنبها ايه 23. في من بعيد خالص لو شايفين بعد المباني اللي هي مبنية هناك دي، في خط عمارات باين هناك، ده تقريبا حي الزيتون. وطبعا المبنى اللي هو اللي كله اسمنت ده مبنى تبع الجامعة، الجامعة ممتدة من هنا من بعيد شوية من هنا كده، من عند اللي هي قرية التكنولوجيا لحد ايه بعد كومباوند مصر كمان، واخدة اللي هي شوية أراضي مساحات اللي هي من المتسلمة دي، واخدة منها ايه شوية كده، هي 500 فدان فطويلة قوي. بس ده الجامع اللي هنا، وفي جامع صغير تقريبا قدام برضه هناك في اول 25. الشمس طلعت تاني، طبعا هنا برضه اللي هو المول بتاع ده مصر جنب الكومباوند على طول، يجيب حاجة مثلا في ناس بتروح ايه هنا اللي هو ملك الطبع، في بيقولك في محلات ياما في اشتغلت، فبيبقى رخيص لسه بسبب ان مفيش لسه ناس جت لسه، يعني المنطقة منعزلة شوية، وطبعا الاوقاف مفيش حد سكن فيها، مفيش حد تقريبا استلم خالص فيها، هي تقريبا أوضة وصالة تقريبا، مش عارف اللي بيخططها كان بيبصص لإيه، إن هي مثلا الناس من المصانع تأجرها كده، المساحة صغيرة جدا. زي ما انتوا شايفين كده ده اللي هو إيه جامع العز بابا على الطريق اللي هو كفر دود السادات.
بس هي دي كده ايه المنطقة 25. طبعا بقى مع الايه مع الوقت كده سنة 20 30 سنة تكون المنطقة الذهبية ايه اتبنت، المناطق اللي هي الجامعة كملت، فهتبقى منطقة حية شوية بالنسبة لل لما الجامعة تشتغل. يلا سلام.